جاء في نهج البلاغة في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: والله لأن أبيت على حسك السعداني مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. صلى الله على أمير المؤمنين، صلى الله على مولانا علي بن أبي طالب.